فاعرف العالم من غير العالم. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب الاقتباط بالعلم، وذكر قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. ما معنى هذا الكلام؟ تفقهوا قبل أن تكونوا سادة. قبل أن تكونوا سادة هنا تمنعكم الأنفة من أن تتلقوا العلم. قال بعض العلماء يعني قبل أن تتزوجوا، لأن الزوج سيد وألفي سيدها، ومعلوم أن الإنسان إذا تزوج تأتيه الأشغال، ولكن ليس الأثر مقصوراً على هذا، لأن الإنسان قد يشتغل بغير الزواج. ولكن ولا شك أن الزواج قد يكون لدى بعض الناس أنه مانع، لكن البعض لا، بل يكون معيناً. ولذلك الصحيح أن معنى هذا الحديث: تفقهوا قبل أن تكونوا سادة، فتمنعكم الأنف من أن لا تتعلموا. ثم قال ابن حجر رحمه الله قال: كأن البخاري يشير إلى أن العلم يغبط به، فيقول: تعلموا العلم قبل أن تكونوا سادة. بل في رواية الكشمهني وهو ممن يحدث من صحيح البخاري أبو الهيثم محمد رحمه الله قال: قال البخاري: وتفقهوا بعد أن تسودوا. يقول كأنه يقول إن العلم الشرعي يغبط صاحبه. قال: فتعلم في الصغر حتى إذا بلغت ذلك المبلغ غبطت على حق، ما تغبط على باطل.